اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن رضا شحاته. ازيك يا ابو الريد؟ حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. شفت الماتش ازاي النهارده على طول؟ على طول. ماتش يعني صعب طبعا. ماتش صعب جدا، يعني في حاجات طبعا تضايقك كاهلاوي طبعا، ولكن احنا عندنا شوط تاني. يعني احنا بنقول دايما المهم في الوقت ده ان انا عندي مباراه تانيه هنا محتاجين نفكر فيها كويس قوي، ومحتاجين نلعبها بطريقه مختلفه، ومحتاجين شخصيه الاهلي تبقى موجوده. ده انا شايف ان يعني احنا اعتمدنا طول عمرنا، طول عمر الاهلي، ان شخصيه الاهلي اهم. صح. يمكن ما حسيتهاش النهارده في المباراه قوي، لان كان تركيزنا في حته واحده بس، او شغلنا الشاغل كان 100% منه احنا هندافع ازاي. ما عندناش مساحه تانية ان احنا بعد ما هندافع هنعمل ايه. فده اثر علينا بشكل كبير، ان احنا بقينا في وقت من الاوقات لقيت رضا سليم بيلعب باك ليفت، وعلي معلول بقى هو اللي بيلعب طرف، من كتر ما انا بقيت ملتزم بالراجل اللي معايا. فمجرد ان انت تلتزم وتبدا تعمل السويتش ده، فيها 20 30 متر تروح راجع 20 30 متر، ده بدني عالي جدا. فلما بتيجي تقطع، فعشان تعمل التحول يعني. لما تيجي تقطع بقى عايز تعمل التحول، الموضوع صعب. فلازم الفكر يبقى لان هي بص، هي في الاول وفي الاخر شغل التكتيك عموما كله، انت ازاي تشتغل تكتيك وازاي احافظ على مجهودي عشان لما باخد الكره اقدر اعمل التحول التاني. حلو. انما طول ما انت بتشتغل ملتزم بالراجل اللي معاك وبتتحرك خطوط كتيره او مسافات طويله هتتعب. فده انا شفته النهارده، يعني كان فيه مجهود عالي جدا على النادي الاهلي. فانا شايف ان لازم الامور دي لازم هي هتحتاج تفاهم بين يعني هي في الاخر الكره عباره عن مثلثات في الملعب. الكره مش هقدر اقول اسلام الشاطر في باك رايت هو المفروض اسلام وحش واسلام كويس. اسلام حلو او اسلام كويس امتى؟ لما الطرف اللي قدامه بيبقى كويس، لما 8 قدامه بيبقى جنبه يبقى كويس، ولما السرد باك يبقى كويس. لو الثلاثه دول كويسين فاذا الباك هيبقى كويس، هيبقى كويس. والباك لو كويس هتلاقي نمره 8 اللي جنبه كويس، وستة اللي جنبه كويس. الباك امتى بيتكشف؟ او انا بشوف دايما الباك امتى بيتظلم، مش عايز اقول بيتكشف، بيتظلم امتى؟ لو الادوار الدفاعيه مش موجوده. قصدك على محمد هاني؟ أوكي. يعني انا اقصد ان دايما الناس بتهاجم هاني، ولكن النهارده تحديدا يعني هو برضه معذور، لان بيرستاو بيرجع ولكن موجود، انما ما بيقطعش، فعامل لك مشكله. ديانج في الحته دي دايما بيحاول ياخد الكوره في الحته الهجوميه، فعندك ازمه في نص الملعب. حته التغطيه مش بالشكل المطلوب، فدايما هاني هو اللي بيشيل الليله بمعنى الليل. صح. فانا بشوف ان ليه الجنب الثاني قبل ما نروح الجنب الثاني هنا تحديدا، الناس قارنت بهاني وقارنت ما بين هاني واكرم لما نزل. هو اكرم كان كويس. لا 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 كويس كل حاجه، ولكن نفس الكلام، هو نفس اللعيبه، ولكن الماتش كامل او الوقت الاطول هيبقى عنده مشاكل برضه، حتى اكرم لو لعب في المكان. لانه 2 3 على 1 بتبقى صعبه جدا. بالظبط كده. بس انا كنت باك رايت، فانا كنت عارف بالظبط كده. عشان كده انا جبت اسمك، عشان كده انا كنت ببقى عارف ان الحاجات دي انا بتظلم. يعني اي باك رايت، مش اسلام، يعني اي باك رايت بتظلم جامد جدا جدا لو الهاف اللي قدامه مش ده اللي احنا ده اللي انا قلته لك، وقلت انت ليه؟ عشان انت هتحس بالموضوع ده قوي، لان انا حطيت بصراحه فلو انت الطرف اللي قدامك مش بينزل دفاعيا وبيشتغل معاك، انت خلاص يا جماعه خلاص، ما اتنين عليها طول الوقت. هتعمل ايه؟ اتنين جامدين، اتنين تقال، اتنين سراع، اتنين حريف، عندهم حلول، وعندهم حلول. بالظبط كده. فالحته دي دايما هيبقى فيها مشكله طول ما انت الحته بيرستو ما بينزلش في الحته الدفاعيه بشكل، وده مش مطلوب منه على طول، خلي بالك. لا مش موجود على طول. انا اقصد ان يعني يمكن ناحيه الشمال شويه التزاما اكتر، رضا سليم بينزل بشكل اكبر واكتر ومنضبط في الحته دي. أوكي. فعمل لك الحته دي هاديه شويه. فانا اقصد ان الطريقه تتغير بشكل، ان انا مش عايز يعني النهارده الماتش كله تقريبا في التلت بتاع النادي الاهلي اللي هو التلت الدفاعي في النادي الاهلي، انا محتاج اغير التلت ده. التلت لازم يطلع فوق شويه حتى دفاعيا وانا بدافع. يطلع لفوق قدام شويه في التلت اللي في النص. ليه؟ عشان لما بقطع، لو انا في التلت اللي في النص لما بقطع انا قدامي 20 يارد اقدر اوصل ال 18. يعني انما لو انا في التلت الاخير وانا بدافع وبقطع، انا محتاج اعمل 60 خطوه او 60 متر ان انا اعملهم. استحاله. لو عملها مره اتنين فهيرجع بالتبعيه. ده اللي حصل مع رضا سليم تحديدا. بالظبط كده. فالمسافه احنا بنحاول، وانت بتشتغل في الكوره بتشتغل لازم العقليه تشتغل. يعني ايه؟ انا بحاول ان انا لما اقطع مسافه الجري تقل، فلما بطلع في التلت اللي في النص ده بدل ما اخد 60 متر باخد كام؟ 20. فهمتك. انت فاهم اقصد ايه؟ ما هو لو طلع 60 هيرجع 60. صح. ما طلع 60 هيرجع 60، لان هي مش بتتحسب 60 بس، بتتحسب 120. لو انا بقى في التلت اللي فوق وقطعت 20 هرجع عشان اوصل لل 120 هعمل لي مثلا 6 7 مشاوير. صحيح. فتبقى الامور بالنسبه لك
تنظيميا ذهنيا وفنيا انت هتبقى منضبط اكتر واحسن. طول ما انا بشتغل في التلت اللي في النص ليه؟ لحتى لما بغلط غلطه حلو غلط. بس هنا انت في التلت اللي في عايز تقول فيها ايه؟ غلطه مروان اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. لو هي في التلت اللي في النص كنت تلحق تعوض. صحيح. لما في التلت ده بس هي كانت يعني برضو خلينا بعيدا عن الكلام عليه هو بالظبط بتكلم على شغل التكتيك ان انت بتتكلم فين. صحيح. غلطات كل تلت يا اسلام مختلف عن التلت, الاخير طبعا. ولكن انت في الوقت ده لما هنقول كده لو قسمنا الملعب ثلاث تلات ماشي خلاص تلت والنص والتلت انت قصدك تلعب في النص. انا عايز العب في النص. حلو. لعبت انا هنا فانا هيبقى هنا ظهري فاضي. تمام. واهم ما يميز فريق سان داونز هو الاماكن الفاضيه. يعني كل ما هديك 40 50 او 20 25 30 يارده من 20 ل 30 يارده تجري فيهم احسن لك. ولكن لو خليتهم 10 يارده او 18 يارده هيبقى افضل ليا انا كمدافع. ما هي الوضع هي بتبقى يمكن مرتبطه بايه؟ او بص لها بالبصه اللي انا بقول لك عليها. هي مرتبطه بايه؟ لا هي مرتبطه بايه؟ ان انا وضع لعبت ازاي؟ النهارده الكره بتبقى ناحيه الشمال. تمام. لازم الباك رايت يبقى فين؟ الباك رايت بيحمي تحت الاستوربارين. بيحمي هو بيبقى ليبرو ما تحت بيبقاش باك. صحيح. يعني علي معلول في الحاله دي لو الكره ناحيه الشمال او ناحيه عند هاني لازم انا بقيت ليبرو في ظهر مين؟ في ظهر السيرد باكين. فالمساحه اللي انت بتتكلم فيها اللي هو التلت الاخير اللي بتكلم فيه انا عندي اثنين ليبرو مش واحد. مين ومين؟ الواحد الشناوي الشناوي اللي هو حارس المرمى وعندي الباك العكسي. يبقى انا عندي اثنين لعيبه بيغطوا لو انا منضبط تكتيكيا في الخط اللي ورا. حلو كده؟ يبقى انت عندك كده اثنين بس ده مجهود زياده ذهني ذهني. انا بحاول اوفر طول الوقت ان انا اوفر بدني. فعشان كده لازم اطلع التلت ده هيفرق معاك كتير. ذهني هتشتغل اكتر ولكن هتوفر عليك مجهود بدني فتقدر تعوض الكلام ده كله في الحته دي.